السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف السبيس ميكر، احنا شرحناه قبل كده، فهحط لكم رابط اسفل الفيديو اللي حابب ان هو يتعلم منه اكتر. لكن دلوقتي هشوف فيه ميزة جميلة جدا، الا وهي المقارنة بين اكتر من بديل. زي ما احنا شايفين مثلا في اكتر من بديل هنا، والعلم فيه حاجة كويسة دلوقتي ان بيبقى فيه 3 نقط هنا بتدوس عليهم وتقدر تنقل الشغل بتاعك على الريفت. لكن للاسف ممكن عشان النسخه بتاعتي مجانيه ما طلعتش معايا الموضوع ده. طيب لو جيت هنا كومبير وبدات اشوف المقارنه، تمام، ممكن تحدد مبنى مثلا زي كده، طبعا مفيش حد بيقارن مبنى واحد، ممكن 4 مباني همت، فيبدأ يظهرهم لي ويبدأ يظهر المقارنة اللي بينهم. وممكن المقارنة تبقى بالأرقام زي كده أو نسبة بالمبنى الأولاني مثلا بالشكل دوت ريلاتيف، تمام، قبل أول واحد بشوف هل في حاجة أكبر أو أصغر منه بالشكل دوت، بحيث انت تشوف ايه القيم اللي انت مهتم بيها. ممكن تشوف مثلا لا والله دي مش مناسبة لي عشان الصوت عالي، عشان الشمس كتيرة، فتقدر تقارن بين البدايل وتختار الانسب ليك. وتقدر في اي لحظة تقول له انا عايز افتحها في الاناليسيس او في الديزاين او ان انت تحذفها من المقارنة. وممكن تشوفها 2D او 3D بالشكل دوت.